عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: تامة. رواه الترمذي. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة. رواه الترمذي. الآية الكريمة: إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني الصلاة التي تحصل في الليل والاتصال بالله الذي يحصل في الليل اتصال ثمين جدا، هو أجدى من اتصال النهار. طبيعة النهار في مشاغل، لكن هذا الوقت وقت السحر، وقت الذكر، وقت الاتصال، وقت الإقبال. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا. يبدو أن الإنسان صلى في جماعة ثم قعد، له أن يقعد في المسجد أو في البيت، العبرة أن يقعد، أما صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله. لو أنه قعد يتفكر في آيات الله عز وجل فهذا من الذكر، لو أنه قعد يقرأ القرآن فهذا من الذكر، لو أنه قعد يستغفر 100 مرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الذكر، لو أنه قعد يسبح الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات، هذا من الذكر. لو أنه قعد يقول الله الله بالاسم المفرد، هذا من الذكر. لو أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، لو أنه قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، كل أنواع الذكر التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزئه بهذا الكلام. إذا قرأ القرآن فهو يذكر، وإذا استغفر فهو يذكر، وإذا سبح وهلل وحمد الله وكبره فهو يذكر، إذا ذكر اسم الله المفرد فهو يذكر. العبرة بحضور القلب، والشيء الذي يحذر منه غفلة القلب عن الذكر، ولكن أن تجلس فتذكر غافلا أفضل من أن لا تجلس، لأن غفلتك في الذكر أفضل من غفلتك عن الذكر، غفلتك في الذكر أفضل من غفلتك عن الذكر. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال عليه الصلاة والسلام: تامة. إذا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد الله الليالي ذوات العدد في حراء، فهذه الجلسة اليومية هي غار حراء مصغر مجزأ. فالإنسان إذا يعني ألزم نفسه أن يجلس بعد صلاة الصبح في بيته، أمسك سبحة، استغفر الله 100 مرة، وقال لا إله إلا الله 100 مرة، وقال اللهم صل على سيدنا محمد 100 مرة، ثم بدأ يذكر ما شاء له أن يذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة أو 50 مرة أو 25 مرة،
لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا 100 مرة أو 50 مرة أو 25 مرة. هذه الأذكار التي وردت عن رسول الله، أو قرأ القرآن، أو جمع بينهما، أو تفكر في خلق السماوات والأرض، يعني ولو لربع ساعة ولو لعشر دقائق بعد صلاة الفجر. أما الأكمل أن يذكر الله حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع مقدار رمح ليصلي الضحى. هذه الجلسة اليومية تنقله إلى الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وأينما وجدني عبدي، نعم، وأينما وجدني عبدي، كيف؟ أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. أنا جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. نعم. إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. أول درجة في الشكر أن تذكره أو أن تذكر نعمه. ثاني درجة أن يمتلئ قلبك امتنانا لما أسبغ الله عليك من نعم. ثالث درجة أن ترد على نعم الله بإحسان إلى خلقه، لقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالذكر درجة، وامتلاء القلب بالامتنان درجة، والمبادرة إلى عمل صالح تخدم به عباده درجة ثالثة. هذا الحديث أيها الإخوة منهج، منهج. يعني قد يقول أحدكم: استيقظت متأخرا واستطعت أن أصلي الفجر قبل أن تطلع الشمس، وأنا على موعد ضروري جدا بعد شروق الشمس مباشرة، فماذا أفعل في هذا الحديث؟ بعضهم يقول: هذه الجلسة تقضى، تقضى إن ألزمت نفسك بها وفي أحد الأيام اضطررت أن تتركها، أقضها، اقضها، يقضيها الإنسان قبيل المغرب، قبيل أن ينام، ضحى أحياناً، واحد معطل مثلاً، ما تمكن يصلي الفجر لسبب قاهر، هذه الجلسة يحافظ عليها ولو بعد شروق الشمس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. الحديث الجديد هذا يضيف وقتا جديدا قبيل غروب الشمس، يعني إذا الإنسان به الوقت أيضا جعله للذكر نصف ساعة قبل أن تغيب الشمس، يعني إذا كان يمشي يذكر وهو يمشي، إذا جلس في مكان معين يذكر وهو جالس، يعني أن تذكر الله قبل شروق الشمس وقبل غروبها، وأنت في ذمة الله بينهما، وأنت في ذمة الله بينهما، لا تعجز عن ركعتين قبل شروق الشمس وقبل غروبها، هذه أكفك ما بينهما. نعم. قال أحد العلماء الكبار توفي، رآه تلميذه في المنام، قال: يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال: يا بني، طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل، لأن صلاة الليل ووقت الذكر هذا
لا يطلع عليه أحد، إخلاصك يملي عليك هذه الجلسة. طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات، ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. هي أهم نقطة، إنك إن غفلت وأنت تذكر أفضل من أن تغفل عن الذكر، لأنك إن غفلت وأنت تذكر ربنا جل جلاله يأخذ بيدك شيئا فشيئا إلى أن تذكر وأن تكون حاضر القلب. والبيت الشعري المعروف: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. الإنسان عليه أن يقف ويصلي، أما التجلي ليس بيده، هو بيده الله. هذه نفحة من نفحات الله. أنا تنتهي مهمتي حينما أطيع الله عز وجل. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنا أقف وأصلي، أجلس وأذكر، أقرأ القرآن. أما هالمرة بكيت لم أبكي، تجلى الله على قلبي لم يتجلى، هذا شأنه ليس شأني. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا هو الأدب. أنت عبد الفتح أم عبد الفتاح؟ ينبغي أن تكون عبد الفتاح لا عبد الفتح. أنا لا أفرض على الله شيئا، أنا علي أن أطيعه فأصلي. أما هالمرة الصلاة ما صار تجلي، هذا مو شغلي، إلا إذا في سبب من قبلي، إذا في مخالفة، في معصية، في تقصير، هذا سبب من قبلي. أما من قبلي ما في سبب، أنا مستقيم، مقيم على منهج الله تماما. صلاة صار في تجلي، صلاة ما فيها تجلي، أنا أديت ما علي، أدي الذي علي واطلب من الله الذي لك. فحينما تصلي صلاة متقنة أشعرت بشيء أم لم تشعر؟ أديت ما عليك. أما ربنا عز وجل بحكمة بالغة يفتح ويغلق، أحيانا يقربك، أحيانا يبعدك أو يحجبك ليمتحن صبرك. في إنسان على أول حجاب تلاقي ترك النوافل كلها، ترك الذكر، ملأ في شيء ترك. هذا امتحانه، لم ينجح في الامتحان. إنسان يصبر يلح، إن علم الله فيك إلحاحا وصدقا ومداومة وصبرا فتح عليك. نعم، يعني الدرس يقولنا اليوم إلى أن المؤمن له مع الله جلسة، له مع الله خلوة، أفضل وقت بعد صلاة الفجر، ما تمكن يقضيها في أي وقت آخر. أقل شيء أن تصلي ركعتين، أقل شيء أن تذكر الله دقيقتين، أقل شيء هذا الورد الذي نقرأه بعد الفجر من الذكر. فأحيانا الورد الجماعي يغدو مع التكرار لا معنى له، نستغل هذا الوقت في 10 دقائق تقريبا نذكر الله عز وجل. يجب أن نحضر في قلوبنا مع الله عز وجل. يعني بالمناسبة هذا الذكر إذا كان من قلب ساه لاه فرغ من مضمونه، والإنسان وقته سمين، فلذلك الإنسان ليحرص على أن يجعل قلبه حاضرا في أثناء الذكر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس. رواه مسلم. 3 أحاديث من تهذيب الترغيب والترهيب عن جلوس المرء في مصلاه بعد الصبح وبعد العصر. أيها الإخوة، كما قلت لكم قبل قليل، ربنا عز وجل وصف المؤمنين الصادقين بأنهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقه ويضربون أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله وما والاه. نحن لو توسعنا في هذا وصلنا إلى شيء. هناك في الكون حقيقة واحدة هي الله. أي شيء يقربك إليها من الذكر، وأي شيء يبعدك عنها من اللهو. لو أمسكت كتاب فقه وقرأته فأنت مع الذاكرين، لو قرأت مقالة في مجلة علمية أعطتك فكرة عن عظمة الله عز وجل فهذا من الذكر، توسع. لو جلست مع أخيك تحاوره حول عن الدين وعن الله وعن الآخرة وعن الجنة وعن النار فأنت في ذكر. لو جلست تدعو إلى الله فأنت في ذكر. حتى لو أمسكت كتاب فقه تقرأه فأنت في ذكر، لأن كل شيء يقربك إلى الله من الذكر. هذا أوسع معنى للذكر. صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذكر. لقاء مع أخ حول قضايا الإيمان وقضايا العقيدة وقضايا الإسلام وقضايا الإحسان من الذكر. دعوة إلى الله من الذكر. أن تستمع إلى الحق يلقى عليك هذا من الذكر، ذكر سلبي، تلقي، تلقي أو تتلقى، تتكلم أو تستمع. فكلمة ذكر وردت كثيرا جدا ولها معان واسعة جدا ولها مجالات لا تعد ولا تحصى. يعني إذا الإنسان مشي بالطريق رياضة وجعل من هذا المشي مناسبة لذكر الله عز وجل هذا من الذكر. هلأ بغير بلاد يلعبوا رياضة كل يوم ساعة، يسمعوا شريط يعني يلعبوا رياضة. إذا الإنسان بوقت المشي أو وقت الرياضة جعلها من الذكر يكون ضرب عصفورين بحجر. إذا كان حب يقرأ أم قرأ شيء يقربه من الله عز وجل هذا من الذكر، لأنه المؤمن يوم القيامة لا يندم إلا على ساعة مرت عليه دون أن يذكر الله عز وجل. فطلب العلم، الذكر، القرآن، الأمر بالمعروف، الدعوة إلى الله، الجلسة مع الإخوان، الاستماع، الإلقاء، كل هذا من الذكر. والإنسان خلقه الله عز وجل ليذكره. إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني. فهذه الأحاديث الثلاثة اليوم تحضنا على جلسة ذكر بعد صلاة الفجر. أذكركم بالحديث الأول وهو أخطر هذه الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: تامة تامة تامة. والحمد لله رب العالمين.